بالهاند اوف فرصه ترجع لعند علي منصور ياخذ البيك اند رول ترجع لعند امير. امير من على 3 بوينتس ببلش المباراه بثلاث نقط اخر 8 ثواني. عمر الشيخ علي شربنا على الميد رجع ميد سجل عمر 2 بوينتس عم يقارب الارقام ما بتسجل الريباوند بيرجع لفريق نادي الكرامه. كريم على 3 بوينتس زكور 3 بوينتس كمان عم يقارب الارقام فيها هلا 14 ثانيه بسلام دانك جود باس عم توصل من علي منصور لاتيرما جوك. هاي شغلته أتيرما جوك يعمل سكرين ويعمل رول لتحت ويطلع يعمل يا سلام دانك يا سوبر سلام دانك. وصل اسحاق عبيد شربنا على الميد رينج عم يقدر يسجل نقطتين. الرياضي أتيرما جوك برقابة لثيقة من مجد بعيطة أمير سعود لازم يلتقى له حل. حق بيروح اول ذا واي بيقدر يسجل 2 بوينتس. وصل عند تيرما جوك بيسلام دانك. هي المشكله عم يصير سكرين على العالي من لاعبين فريق نادي الرياضي. وصل عند جورجي نظريان جورجي بجرب على اللي اب عم يقدر يسجل 2 بوينتس على الباك بورد جورجي نظريان. منصور لا هلا هون هي حاله السويتش اللي عم تشوفوها او تبديل الدفاع. هذا الشيء الغلط اللي عم يصير بفريق نادي الكرامه ما بصير تكون في تبديل دفاعيا. معنا على السماع ياسر الحاج اكيد بنوجه له تحيه كابتن فريق نادي الرياضي وليد دمياطي الكابتن غازي بستاني فريق نادي الرياضي على مر الزمن. جود بلاك شوت كانت من اياد حيلاني رجع الكره لعند زكريا ب 3 بوينتس عم يولع الاجواء. برافو يا زكريا. جامد نور على الكورنر ميغيل مارتينيز من على 3 بوينتس بتسجل بسلام دانك أتيرما جوك. وهي المشكله اللي بعدنا عم نعاني منها من الكوارتر الاول والثاني اللي هو الريباوندات الكرات المرتده. طبعا الريباوند الدفاعي لفريق نادي الكرم. عمر الشيخ علي مع الكره سلمها لعند اسحاق. اسحاق بيروح بلاي اب عم يقدر يسجل من فوق ايد أتيرما جوك. صار عند امير صوت على الميد رينج. امير عم يقدر يسجل وياخذ الاند ون من جورجي نظريان. بجود ديفنس من جورجي نظريان قدر يقرا الباس. اسحاق عبيد بيروح كيت باس بتروح 1 2 لجورجي نظريان. عم يقدر يسجل 2 بوينتس ويقارب الارقام بنتيجه 56 46 لصالح فريق نادي الرياضي لبنان. رجع الكره لعند اسماعيل احمد. اسماعيل على خط 3 بوينتس عم يقدر يسجل. اسماعيل 3 بوينتس. اسحاق عبيد جود باس بتوصل لعند عمر الحلو واضح. الباس بتوصل من اسماعيل احمد بكل خبره عم يقدر يوصل الكره. كلمات قليله مشان ما نكون عم نبالغ بالكلام. اليوم في تايم اوت ولكن رح كمل حديثي في تايم اوت ولكن رح كمل حديثي. اليوم هي الخساره اللي عم نشوفها لفريق نادي الكرامه هي الثالثه على التوالي بدوري وصل. هدول مثل ما بنقول هدول الغيابات اللي عم تصير. ملتقانا في حلب ب 11 الشهر بمباراه نادي الاهلي ونادي بيروت. من هون لوقتها كل الحب.